إن فرصة تحل الدولتين على حدود 67 قد تكون متاحة اليوم فقط، ولا ندري متى سيحصل في المستقبل. لذلك فإنني أنتهز الفرصة بمناسبة زيارة فخامتكم للمنطقة لأقول إنني أمد يدي لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان، وهذا حصل منذ زمن طويل منذ اتفاق أوسلو، ونحن نمد يدنا للسلام مع كل قادة إسرائيل، وذلك لمستقبل أفضل للأجيال القادمة ولجميع شعوب المنطقة. فخامة الرئيس، نجدد الترحيب بكم، وثقتنا بكم وإدارتكم كبيرة، ونؤكد لكم استعدادنا للعمل معكم يدا بيد من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بيننا وبين إسرائيل. هناك اتفاقات يجب أن نحترمها جميعا، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار والازدهار الدائم لجميع دول المنطقة. سيد الرئيس، السلام يبدأ من فلسطين والقدس، من هنا يبدأ السلام. نمد أيدينا للسلام والعمل معكم يا فخامة الرئيس لتحقيقه، والسلام عليكم وأهلا وسهلا بكم.